دور قوات البيشمركة والتضحيات التي تقدمها في سبيل الدفاع عن كركوك وأبنائها بمختلف مكوناتهم. المواطنون المسيحيون أكدوا خلال احتفالية بأحد المناسبات التراثية أنهم يحيون طقوسهم الخاصة في كركوك وسط أجواء آمنة ومستقرة بفضل جهود قوات البيشمركة البطلة ودفاعها البطولي عن كركوك وأهلها بجميع مكوناتهم وأطيافهم. مناسبة تقليدية تراثية تشارك فيها مجموعة من الشباب المسيحيين بطقوس خاصة لزيارة العوائل وتذكيرهم بيوم الصوم الكبير والذي يسمى بالسريانية يوم صمتكا. فقد قامت مجموعة من الفتيان والفتيات في منطقة سيكنيان بإحياء هذه المناسبة، وأشاد المسيحيون بدور وملاحم وبطولات قوات البيشمركة والأسايش في حفظ الأمن والاستقرار لجميع مكونات كركوك وخاصة المسيحيين منهم. احنا طبعا كشباب مسيحيين بكركوك حبينا انه نسوي في فعالية حلوة اللي هي خلينا نقول قديمة، من اجدادنا هي كانت موجودة هاي الفعالية. حبينا انه نذكر بالصوم الكبير لانه هاي الفعالية كانت موجودة حتى نذكر الناس بالصوم الكبير. كلنا نشكر البيشمركة وكل من ساعد بحفظ الامان بكركوك بلدنا هذا، ويعني كل الشكر لهم. العوائل المسيحية بدورها أشادت بملاحم وبطولات قوات البيشمركة من أجل الدفاع عن جميع مكونات كركوك وحفظ الأمن والاستقرار الذي ساهم في إحياء طقوس ومناسبات جميع مكونات كركوك وهم ينأمون بأمان وسلام. بالنسبة لنا اليوم يعتبر يوم عظيم بالنسبة إلى المسيحيين لأنه إشارة إلى بداية الصوم الكبير، وهو الصوم يبدأ 50 يوما ثم نحتفل بعياد قيامة السيد المسيح. فهناك تقاليد اتبعناها منذ القدم ومنذ عشرات السنوات من قبل آباؤنا وأجدادنا، ولا زلنا نمارسها رغم الظروف طبعا بجهود البيشمركة الذين حموا كركوك وساعدونا في القيام بكل الاحتفالات بغض النظر عن الظروف القائمة. نشكرهم جزيل الشكر، ومهما قيمنا جهودهم لا نصل إلى أي رقم يسعدهم، فنصلي من أجلهم ونصلي أن يكون الرب معهم دائما. فالشباب في الكنيسة قاموا بهذه الفعاليات، هي في الكلورية، فيقومون بجمع المال وهذه الأموال كلها إلى النازحين. فنشكر شبابنا أيضا لهذه المبادرة الطيبة منهم، لا زالوا يمارسون عاداتنا. نشكر السيد المحافظ، نشكر مجلس محافظة كركوك، نشكر كل من يساهم في حماية أرض كركوك والعراق. الحمد لله وشكر. احنا منطقة ساكنين حاليا حوالي 1,500,000 عائلة مسيحية، وأمان موجود ومنطقة آمنة، واتمنى بالنسبة لبيشمركة أكثر جاي ينطونا مناسبة الأمان، واتمنى لهم جرحى وشفاء وشهداهم الله يرحمهم إن شاء الله. وإحنا منطقة السكانيان مسيحيين موجودين حاليا أمان كلش. نشكر محافظة كركوك ونشكر كافة جميع المنتسبين بها، وإحنا بخير وسلامة وبريد الأمن والسلام في العراق. طقوس مناسبة الصوم الكبير المسيحيين تقليد تراثي يحييها المسيحيون في كل عام مثل هذا الوقت. يشار خالد، فضائية كركوك.